اليوم كان عندنا واحد الحفلة توقيع لعقد البرامج في إطار تنزيل استراتيجية الجيد الأخضر واللي كتبني على مخرجات مخطط المغرب الأخضر. هذه استراتيجية اللي كتنزل عبر ثلاثة ديال الأبعاد: البعد الترابي عبر المخططات الجهوية الفلاحية، البعد ديال سلاسل الإنتاج هو هذا البرامج اللي وقعناها اليوم، وكاين البعد الموضوعاتي واللي هو أفقي بحال الماء بحال التموين والأسواق، تحديث الأسواق والعقار. فالعقد البرامج اللي وقعناها مع المهنيين هي جد مهمة، وقعناها مع الفيدراليات البيمهنية واللي هي كتنظم على أساس القانون 1203، يعني فيها كل الناس وكل الجمعيات والمهنيين اللي كيدخلوا في السلسلة من المنتج حتى المستهلك، باش كتكون عندنا واحد الرؤية ديال السلسلة وتنظيم السلسلة. وهذا الشيء غادي يخلينا، هذا التعاقد غادي يخلينا باش يكونوا هما طرف في تنزيل ديال الاستراتيجية والبرامج والمشاريع، وكذلك عندهم واحد الطرف ديال المسؤولية فيما يخص التمويل ديال السوق وخصوص السوق الداخلي. وهذا هو اللي يعني هذه الظرفية اللي احنا عايشينها واللي هي متعددة يعني الأزمات. في إطار تنزيل استراتيجية ديال الجيل الأخضر اللي هو كينضم واحد التعاقد ما بين الحكومة والمهنيين في إطار واحد العدد ديال النقاط اللي كتدعم الإنتاج والمنتجين بصفة عامة، وهذا وكذلك إعادة النظر في بعض الاضطرابات اللي كتبقى في الإنتاج اللي هي كتمس اما بالانتاج او بالمنتجين. هذه الخطوه هي خطوه اولى، وان تكون البدايه غادي تكون شويه ماشي بحال، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم البدايه غادي تكون وغادي تبان النتائج في الاجل القريبه ان شاء الله، لان الفلاح في هذه الظروف كما كتعرفوها كما كيعرفها العالم كامل هي ظروف شويه متعطره من ناحيه المناخ كجانب، بالاضافه الى العوامل الاقتصاديه اللي كيعرفها العالم، يعني حتى الفلاح يعني داخل ضمن هاد القوقعه اللي كيقولوا هو اول متاثر. هاد العقد ديال اليوم هو كيتمن المجهودات اللي قامت بها الوزاره بشراكه مع الفيدراليه، حيث ان بنينا على المكتسبات السابقه وحاولنا باش نديروا واحد الرؤيه واضحه للمستقبل باش نحققوا يعني انجازات مهمه، لا سيما نحققوا الاكتفاء الذاتي في هذه المواد ديال خليه النحل. بغينا ان شاء الله في خلال هذا البرنامج غادي يكون عندنا الدعم باش نعرفوا الاسباب الحقيقيه ديال هذا الانهيار ويتجنبوها النحاله في المستقبل ان شاء الله.